السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أجل فلو النايت مادي استماع، ونواصل دائما مع نصائحنا وتوجيهاتنا حول علاقة نمط العيش وأساليب الحياة بالأمراض المعاصرة. الأمراض المعاصرة هي تقريبا كلها أمراض مزمنة، وهي أمراض تتعلق بنمط العيش وبأسلوب الحياة، وهذه العوامل الآن التي ظهرت في حياتنا المعاصرة فهي السبب الرئيس في كل الأمراض الآن التي تنتشر والتي تدوم طويلا. هذه الأمراض هي أمراض مزمنة. فبدأنا نتكلم عن الأمراض المناعية الذاتية، وتكلمنا يعني لخصنا يعني في الحلقة الأولى طريقة العلاج، ولكي لا يتأخر الناس ولكي يبدأ العلاج في أقرب وقت ممكن، وأن يقتنوا هذه المكملات الأربع، ويبقى البروبوليس وغذاء الملكة الضروري، هذا يعني مفروض منه حمض الأوميغا 3 وكذلك البروبايوتيك. إذا كان الناس يطبخون جيد في المنزل وعندهم مصادر الحمض الأوميغا 3 فلا بأس، لكن البروبوليس وغذاء الملكات لا بد منه، هذا أكبر وغذاء الملكات لا بد منه. فنتكلم عن بعض الأعراض أو عن الأعراض الأولى لهذه الأمراض المناعية الذاتية. هناك أمراض بسيطة مثل البسورياسيس، هذه الصدفية، وهناك أمراض معقدة مثل التصلب اللويحي أو اللوائحي، وكذلك الكرونز، هذا مرض كرون، تقرع كرون، كذلك مرض صعب شيئا ما. وبعض الأمراض الأخرى كذلك خطيرة، يعني مرض بهجت مثلا، فمرض بهجت أخذت ردان ربما يتهور معه الناس، لكن هو مرض بهجت عنده اثنين، إما أن يصيب هذه السحايا، التهاب السحايا المينانجيتيديس، أو يعني تخثر الدم في الساقين فليبيت، انتفاخ الساقين وفليبيت ترومبوزيس، ربما الشخص يذهب إلى كذلك إلى المستعجلات. وليس الذئب الحمامي، هو الذئب الحمامي مشكل أنه الناس يبقوا يعني لاهين مع الجلد، لكن الذئب الحمامي هو الداخل، الذئب الحمامي يأكل الأعضاء، يخرب الأعضاء، الكلية والبنكرياس والكبد إلى آخره. هناك أمراض مناعية ذاتية، الهاشيموتو، أشياء كثيرة، يعني هذه أمراض كثيرة، كذلك أنيميا الدم، كذلك هذا الكلية والكبد، كذلك هذا الكبد المناعي. لكن نبدأ نعطي بعض العلامات الأولى لكي لا يتأخر الناس عن تشخيص هذه الأمراض المناعية الذاتية. والآن تحليله في المختبر الآن، فالطبيب يعرف أن لديك مرض مناعي أو لا. إذا وجد بأن هذه المضادات الأوتو أنتيباديز مرتفعة في الدم، فالطبيب يشك في مرض مناعي، ثم ممكن يشخص هذا المرض. فالبسورياسيس هذه الصدفية، الصدفية يعني كي الناس تعذبوا معها، ولما ترتفع الحرارة يعني في فصل الصيف وفي الليل، فالشخص يحك بشكل يعني رهيب جدا، ولا يرتاح ولا ينام. وتكون عند الأطفال، والغريب أن الأطفال ازدادوا بالصدفية، طفل من بطن أمه ازداد بالصدفية، يعني شيء غريب. تصيب كذلك الأطفال الرضع هذه الصدفية. فهو هذه الأمراض المناعية الذاتية، ربما بعض النساء يحسبون مرض جلدي مثل الإكزيما أو حساسية أو بعض الفطريات، أو يعني انتبهوا، لأن جل الأشخاص اللي عندهم مشاكل الآن في الجلد هي أمراض مناعية ذاتية، هي بسورياسيس على خصوص، تقدر تكون ليبيس كذلك، لكن بسورياسيس الآن هي المرض الظاهر الآن، واللي الناس يعني عذب الناس هذا بسورياسيس، رغم أنه مرض بسيط، وليس مرض بسيط جدا، لكن هل يقدر الناس على يعني الامتناع عن المصبرات والمصنعات؟ شيء صعب. لكن لما يبدأ الشخص، العلامات الأولى هي تظهر حكة في الساقين، والآن حاليا يعني جل الناس عندهم هذه الحكة في الساقين، كيحكوا الرجل والساق، يذهب عند الطبيب يقول له ما عندك شيء، ولكن هذه الحكة هي العلامة الأولى للبسورياسيس للصدفية، لأن الأوتو أنتيباديز هذه موجهة ضد الجلد، تمشي للشعيرات الدموية التي تغذي الجلد، ثم هذا الشخص يبدأ يحك هذه الحكة، هذه يحك يعني الساقين والرجل، وليس هناك احمرار ولا طفائح ولا أي شيء، يحس بحكة يعني هذه
هذا هو يحك لمدة طويلة وليس يبقى يحك يعني في الساقين والرجل. وأنا علي أنا كنت لاحظت أن الناس الآن بدأوا يحكوا حتى في الشارع وفي السوق، شخص يتكا ويبقى يحك في الساق ولا في الرجل ولا في يعني أصبح ظاهر هذه الحكة ديال الساقين، أصبحت ظاهرة في المجتمع، يعني الناس يعرفونها جيد. هذه العلامات الأولى للصدفية، تأكدوا على الأقل تأكدوا. قد تكون أشياء أخرى لكن يعني أنا متأكد أنها بداية هذه الصدفية، بداية هذه البسورياسيس. تأكد يعني أنت تزور طبيب، تراجع طبيب ويعني يعمل تحليلة إن شاء الله. لما لا؟ إذا شخصت المرض في بدايته يسهل العلاج. فعموما قبل أن تشخص المرض وقبل أن تذهب إلى الطبيب، إلى أشخاص لكي يحكوا الساقين والرجل، حكة رهيبة، وليس أن يمتنعوا عن المصبرات والمصنعات، وحذاري الحليب ومشتقات الحليب واللحوم. حليب مشتقات الحليب واللحوم، وكاين كثير من الحالات عندهم مشكل مع زيوت الطبخ كذلك، لان نحن تكلمنا عن مواد مصنعه المصبره، يعني لا نعيد الحديث. لكن الاشخاص اللي عندهم هذه الحكه في الساقين والرجلين، اذا توقفوا عن الحليب والقمح والمصبرات سيلاحظون ان هذه الحكه ستختفي اكيد، وليس هذا يعني اللحوم، يتوقفوا عن اللحوم، جميع اللحوم وعلى راسها الدواجن. الدواجن هي الاولى بالنسبه للامراض المناعيه الذاتيه. يتوقف عن تناول اللحوم والحليب ومشتقات الحليب، ثم كذلك يعني هذا القمح، من الأحسن يتوقف على القمح حتى يرى الشخص إذا كان عنده صحته جيدة، لما لا يعمل تجربة أسبوع مثلا أو هذا من جهة. ثم هناك بعض المنتوجات يكون فيها الحليب، بعض البسكويتات وبعض الكعكات وبعض الحلويات والآيس كريم إلى آخره، هذه أشياء فيها، هذه منتوجات فيها الحليب، فيها كاسين الحليب. لذلك قلنا أن تتجنبوا جميع الأشياء، لكن يبقى الحليب بالنسبة للبسورياسيس، بمجرد ما يتوقف الناس عن تناول الحليب ومشتقات الحليب البسورياسيس تختفي. اللحوم طبعا، اللحوم هذا يعني لا نتكلم عن اللحوم، ممنوع. فما يرى الشخص، وأنا قلت يراجع الطبيب، ينظر مع الطبيب، إذا شك في الصدفية يعمل تحليلة. المختبرات موجودة الآن، الناس عندهم تغطية صحية الحمد لله، الأطباء موجودين، ليس هذا. لكن هذه قبل، هذه العلامات الأولى، يعني لما تظهر البسورياسيس الصدفية وتولي طفائح حمراء وعندها قشرة بيضاء، ويبدأ الشخص يحك، وتظهر في الرأس كذلك الحكة في الساقين وفي الرأس. لاحظوا أن كثير من الشباب الآن كيحك راسه، كيحك شعر، وحتى الإناث، حتى البنات الآن كيحكوا شعرهم، كيحكوا رؤوسهم. والصدفية كتكون في الشعر، كتكون في الصدر، كتكون في المرفق، وكتكون في الركبة، تصيب الوجه كذلك، العنق، الشعر، يعني هذه هي الأماكن التي تظهر فيها طفائح كبيرة وتتوسع، وليس ثم تأخذ لون بشع، لون هذا وردي، لون بشع. فقبل ما توصل هذا الطور، هو طور خرجت صافي، يعني بسورياسيس خرجت، ملي كتولي طفائح بقشره بيضاء وكذا، ويبدا النساء كتبدا تشري واحد المرهم هذا يعني بدهن، يعني بان على اساس انها اكزيما او شيء، لا، تعالج من الداخل. توقفوا عن هذه المنتوجات وسترون بانها ستختفي. وكتبدا تطفى، هي تشتعل كالنار، ولما تتوقفون عن اللحوم والحليب والمصبرات كتبدا تراجع وتبدا تطفى حتى تبهت، اللي باهته ثم يعني. فلما الناس يعرفون كيف يعني الطريقه التي يعيشون بها بدون امراض، ان يتبعوها فقط، وليس لان بسورياسيس اختفت اعود الى المصبرات، ترجع للحليب، بمجرد ما تستهلك الحليب تعود بسورياسيس كما كانت، لا تحلم انك ستعود لهذه المنتوجات. بمجرد ما تعود، يعني تقول بان البسورياسيس عالجتها، اختفت، ليس هناك حكه، ما عندي مشكل، ترجع للحياه، ترجع لك صدفيه، وترجع لك صدفيه، وترجع صدفيه قويه وليس عنيفه تنتقم منك. يعني الناس، هذا هو المشكل، الناس لا يعرفوا الطريقه، المشكل الناس ما يقدروش يعيشوا بهذه الطريقه. تبقى الانسان
المشروبات الغازيه والكعكات والحلويات بسكويت شوكولاته ايس كريم مسائل هذيك نقانق اجبان اشياء هذا يبقى الناس دائما هذه انا لا ادري لماذا والله انا لا ادري لماذا انا هذه المنتوجات نسيتها خرجت من حياتي منذ زمان لا افكر فيها حتى هذه ولكن الناس لا ادري لماذا هكذا او انا قلت اصحاب الامراض المناعيه الذاتيه بان لا ياكلوا عند اي احد يعني يكون شخص الان يعني عايش مزيان جيد وقاطع هذه المسائل ما يستهلك حليب ولا لحوم ولا هذه وصحته جيده يمشي عند شخص اخر ياكل عنده من اما منتوجات فيها الحليب اما منتوجات فيها اللحم اما مطبوخه بزيوت اما ربما كعكه او بسكويت فيه قشده الحليب ثم يرجع للمنزل بالبسورياسيس يرجع للمنزل يجيب معه بسورياسيس فقط لانه اكل عند شخص او اكل خارج البيت الى اخره ولذلك قلت يعني سابقا بان يجب ان تحمل معك ما تاكل وانا قلت صحتك هي الاولى اذا عندك طريقه تعيش بها بسلام اتبع هذه الطريقه ولا تبقى يعني يعقدوك الناس بان يجب ان اتناول فالمواد ليس هناك مادة يعني تسبب هذه البسورياسيس الصدفية في الطبيعة لا توجد إلا هذه المواد المصبرة المصنعة الآن الحليب تغير لأن إنتاج الحليب هو الذي تغير كاسين الحليب الآن أصبحت صعبة جلوتين القمح كذلك أصبح صعب الآن في الهضم والناس عندهم مشاكل مع الجلوتين مشاكل كثيرة كاين الناس يعني قطعوا الجلوتين توقف المرض لذلك انا قلت الناس اللي كيحكوا سيقانهم وجليهم وهذه الحكه الرهيبه يعني كيتسحلاوها كتجيهم هذه الحكه كتجيهم جيده يعني يجب ان تقطعوا القمح والحليب وكذلك هذه المصبرات المصنعه اللحوم ممنوعه ثم انظروا يعني اذا كان يعني توقفت هذه الحكه وانتم بصحه جيده واختفت هذه الامور فاعلموا انكم في بدايه صدفيات وحتى الأشخاص اللي عندهم صدفية باينة يعني خرجت فيبدأ العلاج في أقرب وقت وتناولوا بروبوليس غذاء الملكات لا بد منها بروبوليس غذاء الملكات لا بد منها بالنسبة للأمراض المناعية الذاتية لماذا؟ لأن نظام إنتاج الأوتو أنتيباديز في الخلايا ليس هناك شيء يوقفه لكن البروبوليس تكبحه تضبط إنتاج الأوتو أنتيباديز وتنقص منه بكثير لماذا؟ لأن البروبوليس هي تثبط الانزيمات الخبيثه الانزيمات اللي خارجه على المسار العادي يعني ولماذا هي عندها هذه الانتي فايرال اكتيفيتي هي مضاده للفيروسات لماذا لان الفيروسات تتكاثر بالانزيمات البروبوليس كتقطع لهم هذوك الانزيمات اللي تتكاثروا بهم بما في ذلك فيروس الايدز يعني البروبوليس الفيروسات تتعامل معهم بنفس الطريقه يعني الفيروس لا يتحرك تقطع الفيروس الهيباتيت بي سي والهيباتيت اي وكذلك هذا فيروس عنق الرحم عند النساء وكذلك فيروس الايدز وكذا هذه الفيروسات كلها يعني حتى فيروس هذا الاتش 1 ان 1 وهذه المسائل هذه اللي فيها الزكام الى اخره هذه كل الانفلونزا هذه كلها يعني بروبوليس توقف هذه المسائل وهذا يعني هو ماده قويه لماذا؟ لان الناس يسالون عن الاعشاب البروبوليس يعني النحل يرعى على 6000 و8000 و9000 عشبه وليس عشبه واحده ليجمع قوة 6000 عشبة النحل وهذه البروبوليس هو يأخذها من البراعم يأخذ من قوة النبات هو البرعم فلذلك هذه البروبوليس تعالج جميع الأمراض نعم لأن النحل جمع فيها كل ما في الطبيعة وأتمنى الناس يفهموا هذا الخطاب ونحن نبسط لكم ونحاول ما أمكن نتكلم بلغة يفهمها كل إخواننا في كل البلدان العربية ومعذرة إذا كنت لا أتكلم جيد لكن هذه هي الطريقة هذا هو الطريق الصحيح فنحن هذه التجربة في البحث العلمي وفي العلوم هذه التجربة نستفيد منها الناس هذا العلم الذي لا يستفيد منه الناس ماذا نعمل به وهذا هو العلم الصحيح والعلم الذي ينفع الناس وهناك من يتكلم عن براءة اختراع وشخص أخذ يعني جائزة اختراع يا سيدي لا نريد براءة اختراع ولا جائزة اختراع ولا باتنت ولا أي شيء نريد أن ننفع الناس فقط نريد أن ننفع الناس هذا أهم من هذا براءة اختراع ولا شيء لماذا؟ لأن لو كنا في بلدان براءة الاختراع يعني لعملنا أكثر وأكثر لكن نحن نستفيد في بلدان براءة نحن في بلدان التفاهة والسفاهة وشخص تافه هكذا ويعني يتجرأ على شخص كبير في المجتمع
يتجرأ عليه، وشخص مطرود من الشهادة الابتدائية ويكتب تعليق الدكتور. ماذا تقول؟ شخص مطرود من الابتدائية فاشل زنديق ويدخل الفيسبوك ويسب دكتور. لست أنا عليا، أنا وغيري. من هنا يدليك يعني الحالات، يعني حالات المجتمع كيف هي. يعني لما تكون في مجتمع تفاهة والسفاهة، يعني ماذا تعمل أخير؟ ماذا تعمل؟ يجب أن تجد الصيغة التي تعيش فيها وتعيش فيها بقوة في هذا المجتمع. ليس لأن فيه سفهاء وزنادقة يعني أتراجع، لا، أعيش معهم ونطحنهم، نعقدهم ونتكلم معهم بلغتهم، يسبون أسب، نتكلم معهم بلغتهم ونعقدهم. وليس لأن هناك سفهاء وزنادقة لا يجب أن نتركهم ولا نلتفت، لا، نلتفت إليهم ونرميهم بالحجر. أن واحد شخص يقول لي لا تلتفت إلى الكلاب، لا، نلتفت الكلاب ونرمي الكلاب بالحجر. احنا عندنا في البادية ما يمكنش الكلب يتبعكم، ما تضربوش بحجرة. يعني هكذا يعني، ولكن هذا هو المشكلة، أن الناس يقول ما هذوك تافهين ما نعملش. لا يا سيدي، تافهين تخرج لهم. لماذا؟ هذا إصلاح في المجتمع، وليس لأن يعني زنديق هكذا ويجي أنت يعقدك. 40 سنة بحث علمي ودكتوراه وأطرت 30 دكتور في العالم، ويطلع لك زنديق يكتب لك تعليق في الفيسبوك. يعني هكذا، بالعكس يجب أن نكون أقوياء ونخرج للزنادقة وللتافهين وللفاشلين. إذا كنت دكتور بصح، الدكتور هو اللي يرد على هذو، هو اللي يخرج لهم ويعقدهم. ما هكذا، هذا هو كيف يصلح هذا المجتمع؟ إذا خلينا هذو، إذا تركناهم هذو، راه ولا المجتمع ديالهم. الدكاترة والطبقة الراقية راه ما تقدرش تعيش مع هذو السفهاء وهذو التافهين، ما تقدرش تعيش معهم. يعني أنا قلت يعني في حلقة سابقة بأن الآن يعني الإنسان يقضي في الجامعة 40 سنة ويأطر دكاترة ومؤتمرات دولية ويعني ودكتورات ومهندس، يعني هذا، ويطلع ليه زنديق فاشل، يطلع ليه صلقوط، عنده بي سي وعنده نجمة 6 في الفيسبوك، ويبدأ يسب وينتقد ويرجع راسه حتى هو يعني قاري، هو فاشل مطرود من الابتدائية. يعني الناس ينتبهوا في المجتمع، انتبهوا جيدا في المجتمع، انتبهوا جيدا، لأن هذه التفاهة والسفهة يعني لا تترك الخير يصل إلى الناس، لا تترك الخير يصل إلى الناس. معلومات الدكتور محمد فيد يجب أن تصل إلى جميع سكان العالم لكي يتعالجوا من أمراضهم، لكن السفهاء والتافهين والزنادقة والصلاقط الآن كيحبسوا المعلومات على الناس، تبليغ على القناة ويشكوا ويكذبوا ما معكش دكتوراه وكذا إلى آخره، كيحبسوا الخير على الناس. ولذلك قلت يجب أن نصد هذه الزنادقة وهذه الصلاقط. فهذه الأمراض المناعية الذاتية، هذه الأمراض المناعية الذاتية تتطلب فهم، يجب أن يفهم الناس ما هي ثم يسهل العلاج. ولذلك لا زلت أؤكد عليكم، أما شخص يعني لا ينتبه إلى الأكل ثم يبحث عن علاج، سيبقى حياته كلها هكذا ولن يجد العلاج، لأنه لا يوجد إن شاء الله. هذه الأمراض المناعية الذاتية هي نموذج للعلاقة بين الأمراض ونمط العيش. ثم هذه الأمراض المناعية تتطلب فهم، أن يفهم الناس معنى الأمراض المناعية الذاتية، يسهل العلاج. إذا أراد الناس هكذا لا يغير نمط العيش ثم يبحثوا عن العلاج، لن يجدوه، لأنه أصلا لا يوجد. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.